يعطيك العافية. كم كيلو بندورة؟ والكيلو ماما وحدة؟ كيلو مين يا زلمة؟ حط له صحارة بوكسي معه مليون. معه مليون يا زلمة؟ تقعد يقطع بندورة، نزل له تشيري توميتو هاي هيك إذا حبيتها صغيرة، حبه التاني حبه التاني زي زيتون. نزل له هاي الكيوي بتقطعها هيك شرحات تحطها مع السلطة بطاحت حموضة، عرفت كيف؟ مع مشية فستق حلبي يا بيي، بس بيستاهل والله. دق على الخشب ما شاء الله. دق دق دق، أنت من عندك من عندك؟ يا عمي معك مليون وواقف على الدوم. معلم مشي لنا يا بربطين خبز كماج بسرعه معاه مليون. انت بدك علي ايش خبز كماج؟ اعطي الخبز الفرنسي هذا اللي هيك اللي بتقطع اللي بدهنوه زبده الصبح باي شو زاكي يا زلمه. من كل عقلك بدك اياه يدهن زبده معاه مليون يا زلمه. اعطي لك رسول محشي زبده جاهز. قولتك مع نص كيلو كنافه جبنه اشقوان اللي بتمط هاي كانت زي البيتزا بتجيب. بس ما شاء الله. دو على الخشب. ما شاء الله. لا 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 يا عمي، شو بدك بالقرافات؟ خد لك هيك بالطو مرتب. معلم نزل له بالطو من هذا ابو الجوخ معها مليون. ونزل له شنطه هاي مبزيم، عرفتها هاي من جوا سحابات، خليها توسع المليون. صحيح معلم، قد ايه ضل معك من المليون؟ يا زلمه شو قد ايه ضل معه من المليون؟ بين الخضرجي والمخبز 37 ليره وربع. يعني بتحكي لك بحركه 999,962 ليره و75 قرش. ما شاء الله. ما في داعي تتحسر، بنك الاتحاد بضمن لك اعلى فرصه للربح كمان مليون بالاضافه لجوائز كثير اكثر. ممتاز يا عمي، زي ما قلنا لك جيب جيب قد ما بدك، بتصفت خمسينات عشرينات هلا ليرات وخمسات مالكش مصلحة. مين قال لك اذا رجع باع انصاص للفرايط؟ هيها جيبه هاي كلها فرايط. بعدين هاي البزيم اللي حكيت لك عنه هذا بتشبكها زي هيك، بتطولها بتقصرها تخليها على جنبك. شايف هاي بيجيك معاها شغلات هاي للسياره اعتقد.